تقول لك هذه البطاقة شغف، فهناك انجذاب عالي بينك وبين هذا الحبيب. أصدقائي، أنا أقول قراءات بشكل عام وأنتم خذوها على نفسكم، احتمال بأن تكون هذه علاقة زواج، أو احتمال أن تكون علاقة كراش، أو ارتباط، فقط ارتباط. فأنتم خذوا هذا الشيء، الشيء الذي يناسبكم، هذه القراءة بالطريقة التي تناسبكم. تقول لك هذه البطاقة هناك أمور اجتماعية أو دينية، أو بأي اختلافات، هناك اختلافات بينكما، اختلافات دينية، مذهبية، عقائدية، بأي شيء، هناك اختلافات بينكما في هذه البطاقة. ربما اختلافات في الوضع العام، في الوضع الاجتماعي، إذا اختلافات ما بينكما، ولكن يوجد بينكما في هذه البطاقات حب كبير. تعلم من فشل الآخرين. بطاقة أخرى تقول لك لا داعي للقلق. طاقتك عزيزي الحمل لهذه القراءة، الطاقة العامة لك، أنت في وضع توازن في حياتك. أنت تشعر بأنك متوازن عاطفيا وعقليا، وأنت مسيطر على نفسك ومسيطر على أمورك مع هذا الحبيب. أنت تحبه بعقلك وقلبك، ولكن احتمال بأنك لا تظهر مشاعر كبيرة لهذا الشخص، مشاعر واضحة بالكلام، ولكنك بالحقيقة أنت تحب هذا الشخص بشكل كبير. أنت ترى بأن هذا الحبيب متباعد عنك في هذه الفترة، أو ربما هذا الحبيب مريض ويحتاج إلى شفاء. الحبيب يحبك أيضا كثيرا، ولكن الفرق بينك وبينه بأن هذا الشخص يحب الرومانسية والكلام الجميل، وأنك تحبه أيضا، ولكنك أنت لا تعبر عن حبك له، وتحتفظ بمشاعرك داخلك. ربما هو متباعد عنك بسبب هذا الأمر، وهو يطالبك بهذا الشيء، وهو قد فتح قلبه للحب وينظر إليك ويطلب منك الرومانسية والكلام الجميل. وإذا كان بينكم خصام، هذا الحبيب مستعد للبداية الجديدة معك، ولكن أنت هذا الشخص، هذا الملك، هذا ملك قرارات، أيضا عنده مشاعر كبيرة عقلية ومتوازنة بين العقل والقلب، ولكنه قراراته أيضا حاسمة. هذا الحبيب هو شخص جميل جدا ومتميز وروحاني، ويعشقك عشقا كبيرا. هذا الشخص يراك بأنك توأم لروحه، وهو مجروح بشكل كبير. ربما قد حصلت بينكما مشكلة كبيرة، وهو الآن يعاني جدا، أو بأنه يحتاج إلى شفاء، كما قلت أنه مريض. هذا الشخص احتمال بأنه يكون مريض يحتاج إلى شفاء. ربما يكون هذا الشخص قد تعرض إلى سحر ويحتاج شفاء، وهو ربما يكون، أقول احتمالات، وربما يكون يعاني من آلام نفسية ومشاكل، أو ربما يعاني من غدر وخيانة قد حصلت معه. هو متعب جدا، هو متعب هذا الشخص. ربما يكون متعب في حياته، في أعماله، في أموره مع من حوله، أو ربما يكون متعب صحيا. طاقتك لهذه القراءة، أنت حزين جدا، أنت تشعر بمشاعر الحزن والفقدان لهذا الشخص. ربما كما قلت هذا الشخص تباعد عنك،
هذا الشخص تباعد عنك وأنت تشعر بمشاعر الفقدان والحسرة عليه، ولا تريد أن تفكر بأي شخص آخر غير هذا الشخص. ربما أنت في طاقة أيضا الآن، في هذه الطاقة تشرب الخمور لكي تنسى ما حصل معك في السابق، ولكن لا تقدر في عز شربك لنفرض للخمر، لنفرض، ليس بالضرورة أن تشرب الخمر، ربما تشرب القهوة بشكل كبير، تتعاطى أي أمر، ربما وربما لا، ربما فقط أنت تعيش داخل نفسك بحزن شديد فقط. أنت يوجد في حياتك ليس فقط هذا الشخص، يوجد في حياتك شخص يحبك ويهتم بك جدا، ولكنك أنت لا تنظر إلى هذا الشخص، ولا تنظر إليه أبدا، ولا تفكر به أساسا، واحتمال أن يكون بالقرب منك، بجانبك، بمكان عملك، بمكان الحارة التي تعيش بها. يحبك جدا وهو يراك بأنك حزين ومتعب، ولكنك أنت لا تريد أن تخرج من الحزن الكبير الموجود في أعماقك على هذا الشخص. أنت تحب هذا الشخص الماضي بطريقة كبيرة ولا تريد أن تخرجه من قلبك، وأنت تراه كالنجمة في السماء، أنت تراه كالنجمة في السماء، وتراه أيضا بأنه متباعد. طاقة الحبيب هو يرفض المشاعر، ربما هو متباعد عنك، قد حصلت معه أو معك مشكلة معينة، فهو يظهر لي في الطاقة العامة بأنه شخص متعب جدا في هذه الفترة، هو يعاني من الاكتئاب، من الإحباط، من مشاكل نفسية، هو يحتاج احتمال مشاكل جسدية أيضا، ويحتاج إلى العلاج، وهو في هذه الفترة أيضا يرفض جميع المشاعر، ويرفض بالرغم من أنه قد هنا هو فاتح قلبه للحب ويحبك جدا، يحبك جدا، ولكنه في هذه الفترة بالنسبة لهذه القراءة هو ربما قد غضب منك لأمر ما، ربما قد غضب منك لأنه هو يعبر لك دائما عن حبه وأنت لا تظهر له مشاعر، فهو في هذه الفترة قد أخذ قرار بالابتعاد وعدم إظهار مشاعر لك في هذه الفترة لكي يشعرك بأنك أنت المقصر في حقه. وعندما ابتعد هذا الشخص أنت معتاد عليه بأنه يعطيك دائما الحب والمشاعر، وفي هذه الفترة قد قطع معك، فأنت شعرت بالفقدان الكبير لهذا الشخص والتغيير الواضح عليه، وأنت وقفت مع نفسك في هذه الفترة، لماذا تقول لنفسك لماذا تغير بهذه الطريقة؟ فهو إن شخص متعب جدا، وربما وصل لهذه الشيء الذي هو فيه الآن بسببك أنت دون أن تعلم. أنت ترى هذا الحبيب بأنه مقيد ومحتار، ومحتار بأمره، ماذا يعمل؟ أنت تراه أيضا احتمال بأنه تراه مظلوم في حياته، قد ظلم في حياته، احتمال بأنه قد تعرض لظلم، لخسارة، لشيء ما، وأنت تراه بهذا الشكل، أو بأنه إنسان روحاني جدا، أو بأنك ترى بأن هذا الحبيب قد ظلمك أنت شخصيا، ترى بأن هذا الحبيب، هذه تحتمل معنيين، بأنك أنت ظلمت هذا الشخص، أنت تشعر بأنك أنت ظلمته أو بأنه هو ظلمك. عندكم أعزائي أنتم تعرفون جيدا من الذي ظلم الآخر، أو من الذي تسبب لهذا الاكتئاب للآخر، فأنت تشعر أيضا بالحزن والوقفة مع النفس ومراجعة ومحاسبة النفس، في أنت تجلس مع نفسك كثيرا في هذه الفترة، تبتعد عن الناس، تحاول أن تفتح عينك الثالثة، وتحاول أن تسأل داخلك ما الذي حصل، ما الأمر الذي حصل، وأنت جدا إنسان جدا صبور في هذه الفترة،
جدا صبور، وصبور بالنسبة للعلاقة، وصابر على هذا الشخص ومتمسك به حتى الآن. مشاعر الحبيب بالنسبة لك، هو كما قلت هو يحبك بشكل كبير. هو صحيح بأنه لا يظهر الطاقة في هذه القراءة، لهذه القراءة في هذه الفترة لا يظهر أبدا مشاعر، ولكنه كما قلت هو يحبك جدا ويراك توأم لروحه. هو يحبك أكثر مما تتخيل. هو يراك العائلة والفرح والسعادة والأولاد، يراك كل شيء في حياته. أنتما ربما تكونان في زواج أو ربما تكونان في علاقة، هذا لا يهم. المهم بأنه يراك هذا الشخص بأنك إنسان متميز، يحب أن يكون معك بصرف النظر إذا كنت معك مالا أو لم يكن معك مال، هو يريد أن يعيش معك فقط بسعادة. كيف يراك؟ ما أجمل هذه الكروت. يراك المتمم لروحه، يراك السولميت، ويراك التوم فليم. يراك أنت الشخص الذي تكمل عليه حياته، يراك أنك الشخص المناسب الذي تتوازن حياته معك، وبدونك لا يعيش. هو يحبك حبا صادقا لا غبار عليه، لا شك فيه أبدا، وهو يحتاج هذا الشخص إلى كلمة جميلة منك لكي يحصل على الشفاء. هذه أنا أراها بأنها علامة الصيدلية، وهذا هذان الكأسان أنا أعتبرهما بأنهم يتوازنان إذا حصل شفاء بينكما. إذا كان هناك خلافات بينكما فأنتما محتاجين إلى الشفاء لكي تحصل العلاقة، ترتقي العلاقة وتصل إلى الشيء، إلى الزواج بإذن الله. فأنت هذه البطاقة تقول لك شغف، هو يحبك ومنجذب إليك بطريقة عالية عالية جدا، وأنت مشاعرك فياضة بالنسبة لهذا الشخص. ولكن احتمال بأن المشاكل الاجتماعية أو الدينية أو الثقافية أو البلد، اختلافات في البلد تؤثر على حياتكم العاطفية. فإذا كان غيرك قد فشل وأنت رأيته بأنه فشل بأمر ما، فأن هذه البطاقة تدعوك بأن تتعلم من فشل الآخرين. إذا تصرف أي تصرف أنت الآن تتصرفه، فتعلم من فشلهم ولا تعيد الكرة، ولا داعي للقلق. إذا كان هناك اختلافات بينك وبين هذا الشخص وسوء تفاهم، فتدعوك هذه البطاقة، لأن تقول لك هذه البطاقة لا داعي للقلق. نوايا الحبيب في هذه الفترة، هو يريد الابتعاد قليلا، هو يريد أن يبقى متمسك برأيه، متمسك بما عنده من مهتم بحياته المالية بشكل كبير. هذا الشخص ربما يهتم بماديته بطريقة واضحة، هي عنده بالدرجة الأولى الاهتمام بماديته، ويريد أن لا يعمل شيء، أن ينتظرك ويراقبك ماذا ستقوم وماذا ستفعل باتجاهه. هو فقط ينحصر تفكيره في هذه الفترة، سيحصر تفكيره بالمراقبة فقط، لا يريد أن يتكلم. هو كما قلت في الطاقة العامة، هو فاتح قلبه للحب، يحبك جدا ويعبر لك، وأنت بالنسبة له أنت الرفيق الواحد الذي لا يريد غيره. ولكن في هذه الفترة ربما هو متباعد عنك بسبب أمر ما قد حصل بينكما، أثار المشاكل، شعر بهذه الفترة بالغدر، بالخيانة، بالمعاناة، بالاكتئاب، وهو يريد أن يبتعد عنك في هذه الفترة لكي يحصل على الشفاء. خطوته القادمة هي السيطرة على نفسه والتحكم بأعصابه والمحافظة على مكانته، على مكانته إذا كان هو في مكانة مرموقة،
هو يريد أن يحافظ على هذه المكانة ويسيطر على أعصابه ويتحكم بأموره كلها، ويريد أن يكون كما قلت مسيطر على نفسه، ولكن في قرار نفسه هو يريد أن يرتبط بك ارتباط جدي، ارتباط زواج، يريد أن يكون معك في زواج طويل الأمد، ليس مجرد علاقة عاطفية عابرة وتنتهي، لا، هو خطوته القادمة أن يكون معك في زواج، ولكنه يريد أن يسيطر على نفسه في هذه الفترة، ويبتعد عنك ويحتفظ بمشاعره كما أنت تفعل، أنت لا تعبر عن مشاعره وهو الآن يحاول أن يعمل كما أنت تعمل. مصير العلاقة سيكون بها في هذه الفترة، أنا أعطي هذه القراءة كما قلت 3 أشهر، سيكون بها تباعد وتواصل روحي. تواصل روحي كامل. أنت وهو كما قلت أنتما تعشقان بعضكما البعض. سيكون بينكما تواصل روحي. والنصيحة لك تقول: إذا أنت تريد هذا الشخص وتحبه للدرجة التي ظهرت لي في هذه الأوراق، فقدم له البداية الجديدة. اغلق ما حصل معكم في الماضي، انسى الماضي وافتح مع هذا الشخص بداية جديدة لكي لا تحصل هذه النتيجة. فهذه النتيجة متوقفة على هذه النصيحة. إذا أنت بيدك، هذه العلاقة بيدك، ليس بيد هذا الشخص الآخر. نواياه، لأكون صادقة معك، هو يحبك جدا جدا لدرجة لا تتخيلها، ولكن لا يريد أن يقوم معك بأي خطوة، هو سيظل متباعد وسينتظر منك أنت ماذا تفعل. فهذا الأمر كله بيدك. إذا أغلقت المشاكل الماضية ونسيتها وسامحت قررت أن تبدأ بداية جديدة مع هذا الشخص، فهذا الشخص فاتح قلبه للحب لك، وهو يحبك بطريقة كبيرة. انسى أنت وهو وسامحان، ولتبدأ بداية جديدة أنت وهذا الشخص. وإذا أنت تريد أن تغلق على هذه القصة، على هذه العلاقة، تغلقها نهائيا وتبدأ في مكان آخر، بداية أخرى مع طرف آخر، مع شخص آخر، بداية جديدة، أيضا هذا الأمر بيدك، فأنت المتحكم الوحيد في هذه العلاقة. فإذا غيرت هذا القدر، هذه البطاقة، وغيرت وقررت ماذا تريد، فتتغير النتيجة بحسب قرارك أنت، وهذا متوقف عليك. شكرا أعزائي مواليد برج الحمل على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو